المسلمين. اللهم يا لطيفا بخلقه، يا خبيرا بخلقه، يا عليما بخلقه، اقم بنا يا لطيف يا عليم يا خبير، يا من لطفت بخلق السماوات والارض ولطفت بالاجنه في بطون امهاتها، اطف بنا في قضائك وقدرك لطفا جميلا يليق بكرمك، يا خفي الاطاف نجنا مما نخاف، ادركنا بلطفك الخفي يا ارحم الراحمين، وعفنا والمسلمين من طوافك الخفيه، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. لا تسابقوا
نخفي سبحانك تعلم ما نخفي عذيب نسيم
بحقه صلوا عليه وسلموا يا كان من كعب وحيد
بصفات حسنك مادحا لعلاك
كموسى لم يزل متوسلا بك في القيامة محتم بحماك. فيا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واخفي لنا ما مضى. وطئت فؤادك كلنا عشاق وطئت فؤادك كلنا عشاق طار الهوى فينا لمن نشتاق. أخذت فنون العشق كل قلوب كل قلوبنا وتمكنت بجميعها الأحراق. وحياتكم يا من لأجل عيونكم ها دمع عيني فائض رقراق. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
الحق نطاق أبحب سباسب والثرى مهلا فإن الخير في أم القرى يا سائقا يطوي السباسب والثرى مهلا فإن الخير في أم القرى لا تنزلن بغير طيبة إنها سطعت بأنوار الرسول كما ترى صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عجبا لتربتها تداس ولو درى الماشي بها ما داس مسكا أذفرا شوقي لتلك الأرض شوقا موله ولع البكاء بطرفه فاستعبرا صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ذو صفوة ما هب ريح هواه إلا وحن لطيبة وتذكرا يهوى الضريح يهوى الضريح ويشتهي لو زاره ويود ذلك أنه لو قدرا يا عيشنا الماضي القديم بيثرب خلفت عندي حسرة وتفكرا أترى يساعدنا الزمان ونلتقي ويعود غض العيش غصنا أخضرا صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وأفوز بالحرم الشريف وأفوز بالحرم الشريف فإنه حرم ضياء صباحه قد أسفرا هي خير أرض هي خير أرض شرفت وتقدست بحلول من هو في الورى خير الورى والصلاة والسلام عليك يا من أمرك الله الصلاة والسلام عليك يا من أمرك الله الصلاة والسلام عليك يا من أمرك الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام
ما الشكر علينا ما دعا لله داعي يا نبي جئتُ إليك أرتجي من راحتيك فأغيث يا خير من دعا بالذي صلى يا كرام الحي جودك رمضان
أجبر الكسر فقد رد المجان سكني حيث سكنت الرواسي وسكني حيث سكنتم وسوى ما سكنتم ليس لي فيه سكن ما سكنتم ليس لي فيه سكن وحماكم 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 وطنكم وحماكم وحماكم وطني ومن الإيمان حب للوطن ومن الإيمان حب للوطن سليم الأفكار في ميدان السر سليم الأفكار في ميدان السر يا حبيب الأماصر على قدري الله 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 الداعي حبكم ذخري حبكم في أسار مدينة بسري الله 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 سميتم في الأسحار في ليلة القدر سميتم في الأسحار في ليلة القدر قربكم شهر نهار مكنا بالفجر الله 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 الدائم الله 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 الدائم الله كنت قبل الإقرار محجوبا عن أمري كنت قبل الإقرار محجوبا عن أمري وأنتم معي في الدار وأنا لا أدري الله 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 الدائم الله 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 الدائم الله سواكم لا يذكر الله محمد رسول الله عليه الصلاة
محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. لن يكون به لقائي Oh,
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. بالله صدق الله العظيم. لا حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وعلانية الشفاء ورفع البلاء والفرج القريب وعلانية قضاء الحوائج وإلى من نحن في أعتابهم الفاتحة. اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل على سيدنا محمد حتى ترضى برحمة منك يا رب العالمين يا الله. اللهم نور قلوبنا بالصلاة على حبيبنا محمد وبذكرك يا أكرم الأكرمين يا الله. اللهم جئنا إلى هذا البيت الذي هو من بيوتك. اللهم نرجوك يا رب العالمين يا الله أن تغفر لنا ذنوبنا وتكفر عنا خطايانا وترفعنا أعلى الدرجات برحمة منك يا رب العالمين يا رب. اللهم إن حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم قد أخبرنا أنه من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال كان كأنما صام الدهر كله. اللهم فاجعلنا من الذين صاموا رمضان حق الصيام والذين يتبعونه بست من شوال. اللهم قدرنا على ذلك يا الله. اللهم يا أرحم الراحمين اجعلنا من الذين يتقربون إليك بالنوافل حتى تحبنا. اللهم إنا نحبك يا رب العالمين ونحب حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم ونحب أولياءك المتقين. اللهم فاكتبنا معهم يا رب العالمين واجعلنا من الذين يسيرون على أقدامهم يا أكرم الأكرمين يا الله. نعلم أننا نعصيك ولكننا نحب من يطيعك فاجعلنا شفاعة لنا يوم الدين يا رب العالمين. آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها فاغفر لها وارحمها يا رب العالمين. ظاهرها لتكون معراجا إليك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن نعرج بأرواحنا إليك. اللهم مع الطاعة والمغفرة يا رب العالمين. اللهم تجلى علينا وارحمنا برحمتك يا رب العالمين نظرة إلى قلوبنا يا الله تطهرنا بها من كل المعاصي والأثام وتجعلنا أهلا لذكرك وطاعتك وتلقي الأنوار برحمة منك يا رب العالمين يا الله. اجعلنا من الذين يفرحون بلقائك فيقولون ها هم اقرأوا كتابيا إني ظننت أني ملاق حسابيا. واجعلنا في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. اللهم اجعلنا من الذين يفرحون بلقاء حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم حتى يشربون من يده ومن حوضه شربة لا يظمون بعدها أبدا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا جيرانا له في الجنة. اللهم نسألك الفردوس الأعلى يا رب العالمين. اجعلنا من الذين قلت وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة لا
تحرمنا هذه النظرة، لا تحرمنا هذه الفرحة، لا تحرمنا هذه الجيرة، لا تحجبنا عنها بذنوبنا ومعاصينا، دمنا إليك اللهم، إنا دمنا إليك اللهم، إنا دمنا إليك فاقبلنا اللهم، إنا دمنا إليك فارحمنا اللهم، دمنا إليك فاجتبينا اللهم، دمنا إليك فاجعلنا من الذين نظرت إلى قلوبهم ورحمتهم وغفرت لهم اللهم، وجعلتهم من أتباع حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم ومن الذين حلت له شفاعتهم يا رب العالمين يا الله. اللهم يا رب شافي وعافي مبتلانا، اللهم يا رب شافي كل مريض وعافي كل مبتلى، اللهم برحمه منك يا ارحم الراحمين يا الله، ارحم امواتنا واموات المسلمين ومن له حق علينا يا رب العالمين، ومن نحن بحضرتهم وفي اعتابهم وفي جيرتهم، اللهم واجعل اخر كلام لنا من الدنيا لا اله الا الله محمد رسول الله بحقائقها متحققين، واغفر لنا يا رب العالمين، واجعلنا من عبادك المقبولين بسر الفاتحة. الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وداوم على ذكري الغني حقيقة أن تكن ذا غنى فالطاب. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله عليه صلاة الله.